العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة يسود الطقس غالبا صافي في العاصمة الرياض مع 30 درجة مئوية والملموسة 28 والرطوبة 18%، أما الرياح تكون شمالية شرقية خفيفة السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأها شمالا كطقس صافي 35 إلى 24، عرعر 34 إلى 23، وتبوه تفرق لبعض الغيوم 36 إلى 24. المنطقة الغربية مدينة جدة طقس صافي 39 إلى 26، المدينة المنورة 43 إلى 30، مكة المكرمة 43 إلى 31، والطائف 36 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتعطل زخات رعدها غزيرة من الأمطار في عموم تلك المناطق. الباحة 33 إلى 26، أبها 31 إلى 20، وجازان 35 إلى 31. المنطقة الشرقية الإحساء 47 إلى 33 مع غبار خفيف. الدمام طقس حار 46 إلى 31، وحفر الباطن 41 إلى 31. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض طقس حار 44 إلى 31، بريدة 39 إلى 27، وحائل تفرق لبعض الغيوم 35 إلى 22. إلى اللقاء.